أما هلا رجلا وين رح نروح؟ أما هلأ رح ننتقل ميسان لرسائل من السوريين بهذا اليوم وبهالذكرى، ذكرى الانتصار، مع زميلتنا نور الإبراهيم رح نتابعه بالتقرير التالي. الجيش بخير والوطن بخير والله ينصر الجيش إن شاء الله. هيك الله بيحييك يا رب، يقدرنا على كل شيء عم يعملوا يا رب، ونكافيهم كافة بإذن الله أحسن من هيك. قال له الوطن الأم سوريا كل عام وانت بخير، والجيش دائما بخير إن شاء الله، وسيادة القائد بألف خير، وكل الشعب السوري بألف خير. وأجمل هدية أن يكونوا دائما صامدين بوجه الأعداء. كل عام ألف خير إن شاء الله، ونعطيكم الصحة والسلامة، والله يهدي النفوس ويفرج علينا جميعا يا رب. إن شاء الله عيد الجاي بتكون أحسن وعلى أحسن إن شاء الله يا رب، والله خلينا هالوطن يا رب. بإذن الله تكون العيد هذا والسنة كلها خير على كل السوريين إن شاء الله، بإذن الله تعالى يرجع الأمان والسلام لوطننا ولشعبنا، كل يعيش في سلام وخير، بتمنى هالشيء أنا من كل قلبي يعني. الله يحمي البلد يا رب، ترجع الأوضاع مثل ما كانت. كل عام وسوريا بألف خير.